باهي قبل كل شيء السلام عليكم. تعرفوا انتم مباراة اليوم وفات بالتعادل 1-1، كنا مهزومين 1-0، عدلنا كنا نجموا نسجل هدف الثاني ونرتاحوا على المباراة. هذه أحكام الكرة. الفريق المنافس كان فريق ممتاز، يعرف يلعب كرة كويس، وإحنا عارفين الفريق الجديد يعرف يلعب على ميدانه مليح. قلنا ألف حساب للفريق هذا. الذراري متاعتي ما شاء الله عليهم، يعني قاموا بالواجب. ما ننساوش عندي ثلاثة عناصر أساسيين كانوا آخر مباراة أساسيين، لكن المعوضين اللي كانوا اليوم كانوا في المستوى الغاية، ونقطة خارج الديار، يعني الحمد لله رب العالمين، معناتها نقطة ممتازة للغاية، وإن شاء الله النقطة هذه باش نخدموا عليها لمباراة الرجاء الأسبوع الجاي بإذن الله. والله يا أخي نكونوا واضحين، الذراري متاعتي الحمد لله رب العالمين توا عاملين تقريبا 13 مباراة اليوم، كانوا في المستوى العالي، ما يعنيش اللي باش نعزوا الا عززنا الفريق بعدة لاعبين، خمسة لاعبين محليين، وعندنا لاعب اجنبي باذن الله وقع اليوم باذن الله، ممكن ياسر حتشوفوه الاسبوع الجاي موجود مع الافكتيف مع المجموعة، لاعب معتصم بوشناف، لاعب ليبي، لاعب راس حربة باذن الله، باش نتعاون الناس كلهم بعضنا واحنا جروب واحد باذن الله. بتشوفوا معناتها عندنا مبارتين مازالوا في 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 الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية باذن الله بتشوفوا فريق واتزام منظم أحسن بكثير باذن الله.